قول لي طيب مين قبل ما ندخل يا ام دعاء؟ الو ازاي حضرتك؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله يا حبيبتي، ازيك انت؟ ايه البسبوسه الجميله دي؟ ايه رايك تستاهل؟ هايله هايله. ما نتحرمش منك يا رب ولا من ايديك الحلوه. تعيشي، انا تحت كل وصفاتك جميله والله. الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا والله. الحمد لله. اشكرك. والله كنت عايزه اسالك على حاجه والنبي يشفيك. تحت امرك. انا عندي كان يعني حفيدي الترنج بتاعه حصل ليه صدى، فمش عارفه اشيله بايه. طب جربتي حاجه؟ لا ما جربتش، انا خفت اجرب وقت ما اسالك الاول. بالظبط، ما جيتيش ناحيته خالص. لا هو اصله كان منقوع في ميه، والميه دي هو الترنج نفسه فيه زي بطاريه كده بتدي نور في فلما اتنقع نسينا ان هي ان البطاريه دي موجوده، فعملت صدى عليه. طيب تعالي نجرب الاول ملح ليمون. بملح الليمون. تعالي نجربه الاول. هو الترنج لونه لبني. ماشي، ما فيش مشكله، مش هيحصل حاجه ان شاء الله. هنحط يعني حطي عليه على الصدى نفسه ملح ليمون، تمام؟ واركنيه شويه ساعه كده، وبعد كده تعالي اغسليه بميه بس وشوفي ايه الوضع. لو ما تشالش يبقى بعد كده هنعالج بكربونات وميه سخنه. كربوناته وميه سخنه. بس الاول تعالي نجرب الاول بملح الليمون، يمكن ربنا يسهل وتتشال على طول يعني ان شاء الله. ان شاء الله. وبيكلميني تاني وانا معاكي باذن الله. باذن الله. متشكره قوي، ما تحرمش منك يا رب. شرفتيني حبيبه قلبي.